حاول أن تستقرئ التاريخ وتستنطق الواقع، ونحن أبناء الواقع، مرت علينا تجارب سريعة جدا وفتن. لاحظ من الذي ثبت؟ العلماء. العلماء، يعني أنا أذكر الفتن هذه من تقريبا أول الثمانينات وإلى يومنا هذا، فتن وحروب وخروج وثورات وبلاء، تجد كلام العلماء واحد، ما يتغيرون أبدا أبدا، حتى إن الناس يتهمونهم ويصمونهم بأبشع الأوصاف ويتهمون نياتهم، ومع ذلك ثبتوا والحق معهم، الحق معهم. حتى إن مرت فتن طاشت فيها العقول، وكان بعض العلماء يتكلم والناس يسخرون منه، يقول هذا ما يفهم في شيء، ما يعرف شيء، وفعلا الله عز وجل جعل الحق على لسانه. تنجل الفتنة ولكن تأخذ معها هؤلاء الذين يتحمسون والذين يحكمون العواطف والذين لا يزينون الأمور بميزان الشرع، ويبقى العلماء، ويبقى العلماء. ولذلك العلماء كلامهم في الفتن ثقيل على الناس. ليش؟ لأن الناس يستخفهم الذين لا يوقنون، يطيرونهم كما يقولون، ولذلك تجد كلام العالم مصدود عنه، معرض عنه عند غالب الناس، غالب الناس، لأن هذا الكلام ما يتناغم مع عواطفهم وما يتناغم مع طيشهم، ولذلك فيه استخفاف. فاستخف قومه فأطاعوه. فالمقصود بأن كلام العلماء دائما فيه البركة وفيه الخير، فاللجوء إلى العلماء أهل تجارب وأهل نصح وأهل معرفة وأهل دراية بقواعد الشرع، نصوص الشرع. فلذلك طالب العلم مهم جدا، بل الناس عموما، عموما، أن يكونوا مع أكابرهم. وللأسف الشديد تجد يعني كثير من الناس ما يتعلم من التجارب، تمر عليه الفتن والمصائب وأشياء كثيرة ويكرر نفس الخطأ، كرر الخطأ نفسه. نسأل الله السلام والعافية. إذن البركة مع أكابركم.